يعني اليوم محاضرتنا ان شاء الله تكمله للمحاضرات السابقه اللي هي اعازات الانبوت. وصلنا الى هذا المثال write a program to find the volume of books. يعني اكتب برنامج لايجاد الفوليوم يعني حجم صندوق. حجم صندوق البوكس يعني صندوق. ايش راح نسوي؟ خلينا نفتح بس عمود راس النافذه هذا البرنامج راس نقرا وبعدين النافذه. نقول له انبوت طبعا باستخدام اعازه انبوت. انبوت the length is L. مثل الطلاب مثل ما تعرفون الفوليوم يعني حجم، يعني لازم عندنا ثلاث ابعاد طول وعرض وارتفاع. فانبوت the length is L يعني ندخل هسه الطول اللي هو L نرمز له بالرمز L. انبوت the width is بارزة منقوطة W. الودث العرض طول عرض، الطول L والعرض W اللي هو الودث. Input the height is H الارتفاع طول وعرض وارتفاع. الفوليوم شو يساوي؟ L في W في H. الفوليوم اللي هو الحجم نضربه لثلاثتين الطول في العرض في الارتفاع يعني L في W في H. Print the volume of box is فاز ما هو the volume أو تريد رأسا تقول له print the volume. Print the volume okay يعني ما في إشكال. أنا برنامج ونشوف الفوليوم إيش قد راح يطلع عندنا. هذا فوليوم ونكتب إن شاء الله البرنامج. Input هنا نخلي علامات الاقتباس the length is ونسد العلامات بارزة منقوطة L. زين input the width is ونسد العلامات بارزة منقوطة W. والنوب input the height is اللي هو الارتفاع ونسد وهنا بارزة منقوطة H. زين اخر شيء شو نقول له؟ دخلنا طول وعرض وارتفاع ونقول له الفوليوم يساوي L في W في H. نضرب الأبعاد الثلاثة print the هنا volume of box is بارزة منقوطة volume. نقول له enter print the volume of box is volume. رأسا تريدون تقولوا له بهاي الخطوة print volume هم اخر مشكلة. هسه ايش راح نروح طلاب run start هسه the length is يعني يقول لي دخل لي قيمة ال length خلينا نقول له 10 نقول له 10 مثلا. Width دخل لي العرض خلينا نقول له 5 دخل لي الارتفاع خلينا نقول له 8 مثلا. هاي عشوائية طبعا القيم. انت شوف
The volume of books, the volume of books is 400. يعني حسب حجم الصندوق ضرب الأبعاد الثلاثة. 8 في 5 40 في 10 400. فهذا البرنامج كتبته على مود يحسب شنو حجم صندوق. شوف هذا المثال الأخ. Write a program to find the perimeter of square. طلب هاي البراميتر يعني معناته مثل السيركمفيرنس اللي هو المحيط. محيط. سكوير يعني مربع. يعني اكتب برنامج لإيجاد أو لحساب محيط مربع. محيط مربع. شلون؟ تعرفون محيط المربع قانون؟ شنو قانون محيط المربع؟ طول الضلع في أربعة. صح؟ طول الضلع في أربعة. شو راح أسوي؟ أروح على البرنامج. هذا أمسحه. شو أكتب؟ input the length. Length is بارزة مرقوطة L. Input the length is L. المربع محيطة طول الضلع في أربعة. فأنا دخلت طول الضلع مثل ما تعرفون بالمربع مساوية. The length is L. رمزت لبرامج L. ال P اللي هو اختصار البرامتر يعني المحيط او مرات يقول سيركونفرنس. سيركونفرنس المحيط يساوي 4 في L. 4 في طول الضلع. print P. print the I meter يعني محيط المربع of square is تتعادل في بارزة. طلاب أحد عنده سؤال عني؟ تتعادل بس اكتب print P. يعني ما اكتب هاي ذا. طلاب عيني من عنده سؤال؟ ثاني يعني شو سؤالك؟ تعاد اكتب بس حاكم شوية صوتك ذا يقطع عيني. شو سؤالك؟ تعادي اكتب بس برنت مين؟ بيا خطوة حاكم بيا خطوة تبيل برنت اخر اخر خطوة اخير وحدة اخير وحدة اي ست اي يصير 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 تقول له برنت البي يصير ماشي شكرا اوكي حاكم طيب اوكي يعني هذا ما تكتبه كله هذا ما تكتبه تريد بس تكتب برنت البي ماكو مشكله هذا بس التوضيح بس تقول له برنت البي اوكي ماكو مشكله هسه طلاب print the parameter of square is P يعني اطبع لي محيط المربع
اتصل النت يمكن يمس الست، اذا رجعت بلغني. طلاب عيني صوتي واضح؟ اي نعم شوية يعني النت فصل وارجع عندي اعتذر. على العموم ريد والداتا مرتبطات، يعني مثلا هنا يقول لك ريد الاكس واي زد، يعني شنو؟ من يقول لك داتا يعني الاكس قيمتها 12.7، الواي قيمتها 35، الزت قيمتها هذا الرقم، هذا الرقم. اوكي واضح ان شاء الله. هاي الريد قلنا الداتا وياها معناته الاي قيمتها 7.4، معناته الان وبصفة علامة الدولار معناته الادرس، هذا المتغير معناته شنو قيمته اقصد تليفون، هذا التي معناته 66.7. زين ما في ارسلت طلب عن شوف هذا. هسه خلينا نمسح هذا البرنامج، نعم نكتب برنامج جديد. طبعا اذا تريدون تخزنوه ما في مشكله، تروحون يعني هو يطلب منك قبل لا تسد البرنامج تريد تخزنه او لا. ست ما في شاشه رايت. طلاب على احد عنده سؤال؟ ست ماكو شيار. ها ثواني عفوا. طلاب هسه واضح؟ اي نعم شكرا سؤال. ان شاء الله. هسه كنا نحكي على الريد داتا ستيتمنت، ريد داتا ستيتمنت. هسه نشوف المثال وراح يصير هذا الإعراض سهل. نشوف هذا المثال طلاب اللي هو صفحه رقم 15 رايت بروجرام. عيني بس ده اسألك على مال الحجم، يعني هسه الحجم انت خطيه بال بالبوكس الحجم مال ما انا حجم اتغير هذا الحجم، هذا السؤال هذا. اي نعم ست. اي نعم ايش بيه ست؟ اذا هسه منطينا حجم الصندوق زين، اذا انت ردتي حجم الاسطوانه شلون راح يكون؟ ها اذا حجم اسطوانه. اي نعم ست. هذا القانون انتم لازم تعرفوه بعد حجم الاسطوانه. اذا اغير هذا خو السؤال، شو اسمك؟ حنان. منو السؤال؟ حنان. اذا اغير ممتاز، اذا اغير مثلا اقول لكم رايت بروجرام تو فايند ذا فوليوم اوف مو بوكس، اقول لكم مثلا الاسطوانه يمكن اسمها اصور سيلندر. نعم.
بالانجليزي سيلندر يعني حجم اسطوانه، شلون راح يصير القانون؟ من يطلعون؟ حجم الاسطوانه فيه قانون راح يختلف. حجم اسطوانه عندكم حجم مو بس اسطوانه، اذا شكل مخروطي، اذا كره، اذا عاقلكم طلعوا حجم هاي الكره شلون انتم راح تطلعون؟ هاي القوانين طبعا لازم تراجعوها، اكيد موجوده بالرياضيات في مرحله سابقه. شكرا حنان على هذا السؤال، قلتي اذا اغير بالبوكس ايش راح، اذا يعني اجيب حجم غير شيء، لان تعرفون الاشكال المجسمه بها اكثر، مو بس المكعب، ترى هو بوكس يشبه المكعب، فانتوا عندكم مكعب، عندكم اسطوانه، عندكم مخروط، عندكم متوازي مستطيلات، شلون راح يصير الحجم مالتها؟ كره. نشوف هذا المثال طلاب عن read. Read data statement. Write a program to read student name. To read student name on 6 degree. شو طلاب هذا السؤال؟ خليني اشرح لكم اياه. يقول اكتب برنامج لقراءة read. أقول لكم إنها ريد، ريد لقراءة اسم طالب، اسم طالب on 6 degree يعني then compute and print the average of student degree. يعني عندنا طالب، عندنا طالب معين خلينا نقول اسمه أحمد، وعنده 6 مواد، يعني عنده درجاته ب6 مواد، احسب لي المعدل مالته. معدل افريج، احسب لي المعدل مالته هذا الطالب ب6 مواد. شلون راح اكتب البرنامج؟ شلون راح اكتب البرنامج؟ شوف ريد، اول مرة اقول له ريد، شنو هاي ريد؟ ريد الاي وبصفها علامة الدولار. طلاب هذا سترينج، سترينج variable. string variable يعني شنو؟ يعني اسم معين، يعني مثلا خلينا نقول اسم الطالب علي مثلا. هاي شنو الاي والبي والسي والدي والاف؟ هو يقول لي 6 درجات، 6 درجات او 6 مواد. شنو هاي المواد؟ خلينا نقول مثلا الاي عربي، الاول تعدكم هسه بالاول، خلينا نقول مثلا مادة البرمجة، مادة مبادئ، خلينا نقول تحليلية مثلا، عضوية، فيزياوية، يعني ما أتذكر بالضبط، المهم رياضيات. 6 مواد، يعني هاي اسم الطالب وهاي 6 مواد، كل واحدة أرمز لها برمز معين. فأقول له ريد، 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 أي، هذا اسم الطالب طبعا، ما دام صف علامة الدولار. بارزة A، بارزة B، بارزة C، بارزة D، بارزة E، بارزة F، Enter. ايش راح اسوي بعدين؟ هاي اسم الطالب، اسم الطالب، اسم الطالب وال6 مواد اللي انا راح احسب المعدل مالتها. شنو الخطوة الثانية؟ طلاب الأفرج مثل ما تعرفون المعدل شو يساوي؟ مجموع الدرجات على عددهم، مجموع الدرجات على عددهم. عافية، يعني مجموع درجاته بالمواد على عددهم. فايش راح نسوي؟ راح أجمعهن أول مرة، راح أجمعهن، راح أجمعهن المواد. طب هي هاي درجاتي بالمواد، هاي درجاته، هاي الدرجات بكل مادة. الأفرج هاي اس اس اختصار للسميشن، سميشن يعني الجمع، راح يجمعهم كلهم. الأفرج اي دي، هاي أفرج شو تساوي؟ اس على 6، اس يقسمون على عددهم. هسه المعدل مالتكم شلون ينحسب؟ مثلا عندكم 7 مواد،
نجمعها ونقسمها على عددين، مجموع المواد على 7، هنا نفس الشيء مجموع المواد على 6. برنت اخر شيء شغل برنت، اطبع لي اسم الطالب والافرج مالته. الافرج يعني هذا الطالب، خلينا نقول احمد ايش قد معدله، يطبع لي اياه. الداتا هاي بيش تفيدني، هاي الداتا يعني معناته هو يقول لي داتا علي يعني اسم الطالب علي. هاي الاي والبي والسي والدي والاف ايش قد قيمتها؟ اول ماده درجتها 50، ثاني ماده ماخذ 65، ثالث ماده 87، اللي وراها 97، اللي وراها 90، واللي وراها 70. هسه اجي اكتب البرنامج. هذا البرنامج قول له انت اس اللي هو السميشن، شو يساوي المجموع؟ اي زائد بي زائد سي زائد دي زائد اي زائد اف، 6 مواد. اذا اقول لكم مثلا 8 مواد او 10 مواد تزيدون بعد، يعني اي بي سي دي اي اف اتش اي مثلا تكملون بعد. افريج يساوي اس تقسيم 6، يقسمها على عددين. print الاي وفي صفها علامة الدولار لان اللي هي قلنا string variable، فارض الافريج اي بي. داتا، داتا طبعا كلش مهمة، داتا مرتبطة بالريد. داتا علي اسم الطالب علي بارزة، درجته بالمادة الأولى 50، بالمادة الثانية 65، بالوراها 87. هاي طبعا مو حفظ الطلاب هاي الدرجات، انتم براحتكم يعني مو تجي بالامتحان اجيب لك هذا السؤال نصا، يعني تكتب لي هاي براحتكم الدرجات، تكتب لي 100، تكتب لي 50، تكتب لي 0، اهم شيء هو يجمع هاي الدرجات ويقسمها على عددها. فارزه 97، فارزه 90، فارزه 70. انت دخلت الداتا، شو اقول له؟ ران ستارت. شوف طبع لي هنا اسم الطالب، اسم الطالب شو اسمه؟ علي. اسم الطالب علي والمعدل مالته ايش قد؟ 76.5. داتا شوفوا طلاب، اسم الطالب هو طلع هذا الترتيب مالته، هذا علي اسم الطالب علي، قد يكون احمد اذا تجي تكتبون ما في مشكله. المعدل مالته بالست مواد 76.5، 76.5 هو يحسب، احنا ما ندخل يعني احنا بس ندخل المعطيات، النتائج هو يطلعها. فطلاب هذا المثال يحكي على read data statement.